بعد انقضاء مأمورية أحمد اليحيى وبدون منافس، أخيراً يظهر منافس جديد على رئاسة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. في 29 من يوليو 2011 فاز أحمد اليحيى في سباق انتخابات رئاسة الاتحاد على حساب رجل الأعمال الشاب أنذاك مولاي عباس. غير الرجل من معطيات اللعبة ونقلها من آخر سلالم الترتيب العالمي إلى منطقة النور. منتخبات أشبال، ناشئون، شباب، ومنتخب محليين، ومنتخب أول، الجميع بات يشارك حتى منتخب السيدات. بطولة دوري منتظمة خرجت عدداً كبيراً من اللاعبين الذين ينشطون حالياً في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية والآسيوية، أكاديميات رياضية مع وجود بنية تحتية لائقة مقارنة بما كان موجود سابقاً. احتضنت موريتانيا لأول مرة بطولة الأمم الأفريقية للشباب وباتت الوجهة المفضلة لمشاهير كرة القدم نهاية كل موسم رياضي. تأهل المنتخب لأول مرة لبطولة الشان ثم عاود الكرة مرة ثانية وثالثة، نجح خلالها في تخطي عقبة الدور الأول على رأس مجموعته في آخر نسخة من بطولة الشان التي احتضنتها الجزائر. تأهل المنتخب الأول إلى بطولة الكان مرتين متتاليتين ويتصدر حالياً مجموعته في التصفيات. تسلق الرجل سلالم المناصب الدولية ليحجز مقعداً لموريتانيا في الكاف كنائب لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضويتي لجنة أخلاقية الفيفا ولجنة أخلاقيات الاتحاد العربي. في الجانب الآخر، المفوض هندو من شيخنا محمد الغلف، أول امرأة تترشح لمنصب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وأول امرأة تجابه الرئيس الحالي في الانتخابات. تولت منصب رئاسة نادي الشرطة الوطنية عام 2015 وباتت المرأة الوحيدة بين رؤساء أندية البطولة الوطنية. شغلت منصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني لكرة القدم وعضوية الاتحاد العربي. طبعاً طيلة فترة توليها منصب رئيس نادي الشرطة الوطنية لم تنجح في جلب أي بطولة لخزائن نادي الشرطة الوطنية، وحتى الساعة لم يتقدم أي من المترشحين بشكل رسمي بملفه، لكن يبدو أن السباق منحصر بين هذا الثنائي. فمن هو الرئيس القادم في نظرك؟